الرحمن الرحيم رؤية حكتها إحدى المتابعات عن زوال الاحتلال للمسجد الأقصى، والرؤى كما بينا مرارا مبشرات لا تمنع من العمل ولا تمنع من السعي ولا تمنع من بذل الجهد ولا تمنع من الجهاد. فتحكي إحدى المتابعات وهي الأخت هناء السيد، أرسلتها في القناة، تقول بأنها عندما وقع الاعتداء على غزة من الصهاينة أخذت أدعو الله سبحانه وتعالى وأبكي، أدعو وأبكي حتى نمت في مكاني، فرأيت نفسي في المنام عند المسجد الأقصى ورأيت منظرا جميلا، المسجد الأقصى والجو يعني جميل والجو هادئ. قالت فيعني كأني كنت أتعجب من هذا الجمال ومن تلك الصورة ومن وجودها عند المسجد الأقصى، وتعجبت من عدم وجود جنود الاحتلال، لأن المعتاد أن جنود الاحتلال موجودون يؤذون الناس، يمنعون المصلين ويفعلون الأفاعيل المنكرة التي يراها الناس كلهم في الفضائيات، فيتعجبت. فقالت أين جنود الاحتلال؟ فرد عليها بعض النسوة الموجودين قالوا أنت لسه فاكرة ما الاحتلال انتهى، وقالوا لها الاحتلال انتهى من 5 سنوات خلاص. قالت فظللت أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ذلك، ثم عقبت تقول أسأل الله أن يتحقق ذلك وأن يجعلنا أو يرزقنا الصلاة في المسجد الأقصى. فالرؤية هذه لطيفة مبشرة بزوال الاحتلال، وربما أنه زال من 5 سنوات أنه يزول بعد 5 سنوات. الرؤية دي طبعا كانت في 2023، يعني 2023 بعد ما وقع الاعتداء على إخواننا في غزة. فبالحساب لو باقي 5 سنوات يبقى في سنة 2028، وده قلبي بعض الناس حتى بعض اليهود، ودي مسألة زوال هذه الدولة العنصرية تكلم فيه حتى حتى من المؤرخين اليهود، وهم وستلاحظ ان 28 عند سنة 28 هيكون مرة على تكوين هذا الدولة، تلك الدولة من 48 هيكون مر 80 سنة، ومعلوم انهم يعني حتى عند اليهود متشائمون من مرور 80 سنة، لأن دولة داود وسليمان وغيرها من دولهم لم تستمر أكثر من 80 سنة، بغض النظر عن أن دي ربما تكون يعني عبارة عن نظريات، لكن هناك من اليهود نفسهم من المؤرخين الجدد من يتنبأ بهذا السقوط. وكما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى أن هذه الدولة هي دولة وظيفية تؤدي، واستمرارها مستحيل بالنسبة للسنن الكونية، لأنه هي عبارة عن جيتو. وحتى هذا كما قلت يقول به مؤرخون في إسرائيل نفسها وساسة وبعض بعض الكتاب، والمسألة طويلة، لكن هذه الرؤية يعني أعجبتني لما وافقت هذا التاريخ اللي قال به بعضهم على وجه التحديد، لأنه كما قلنا هي ذكرت 5 سنوات والرؤية كانت في 23، يعني إن شاء الله تعالى، وطبعا دي بشريات إن شاء الله تعالى وليس تنجيما وليس تحديدا، والمسألة معروضة للنقاش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.